شوف هالشيء، هذا الجهاز الجديد او طريقه البحث الجديده لفيروس كورونا. الحين بشرح لكم شو السالفه. دكتور عبد الله الحين راح يشرح لكم موضوع الكاست هذا اللي راح يطلع لكم او يطلع للاطباء والدكاتره راح يوفونا وزاره الصحه خلال 5 إلى 10 دقائق اذا كنت مصاب او لا، مو 5 و6 ساعات ويوم ويومين مثل ما قاعد نشوف في العالم الحين. هذا الحين قص الوقت مو بالنص، خلى من خلال 5 إلى 10 دقائق راح تعرف النتيجه وانت ان شاء الله واقف. تفضل دكتور. انزين اشرح لي مالك امر. ماشي، هذه فكرتها بسيطه جدا. هني نحط السامبل، تمام، اللي هو الدم. الدم هنا نحط بعدها البصل 2 إلى 3، ايه اللي هو المحلول مثل هذا. مثل هذا، اوكي. انزين، وبعدين ننطر من 5 إلى 10 دقائق، وبعدين يطلع السي اي كنترول. اذا طلع احد من الانتي بوديز هذيلي معناتها الشخص مصاب بفيروس كورونا. تمام، وان شاء الله متى راح يكون هذه طريقه الفحص الجديده متوفره؟